في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. صاحبنا ده مهووس بالشوبينج، بيعشق يشتري أي حاجة وكل حاجة وفي كل وقت. الشراء عنده هواية، لا مزاج، أو والله إدمان. ما عندوش أي هواية تانية في حياته يعملها غير إنه يخرج يتفرج على المحلات، إذا عجبته حاجة وكان في جيبه وتمنها يشتريها فورا حتى لو كانت آخر فلوس معاه. ومدمن الشراء ده أكتر حاجة يحب يتكلم فيها طبعا الأوكازيون. الأوكازيون يا عمورة في حاجات تجنن، مش هتصدق السنة دي الأسعار كلها مش حتى بنص التمن. لا 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 لا، ده في الأرض، في الأرض يا أخويا. استنقط بنتين إيه، صوف إنجليزي على كشمير إيه، اوعى وشك ومش هتصدق تمنهم كام. تقول كام؟ قول 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 كده كام. وده طبعا كان يوم البدل، في بقى اليوم العالمي للقمصان، ويوم تاني للكربطات، ويوم تالت ها للجزم. للجزم يا حبيبي، وروح شوف بقى الجزم يا معلم، روح وتعلم. الاسعار ايه في الارض يا باشا، في الارض والله. والمدمن على الشراء ده ممكن يعمل اي حاجه يرضي بيها شهوته المستمره للشراء، لان الموضوع كل يوم بيكبر معاه، وبيتحول الادمان ده الى احتياج دائم واشباع مستمر. وبالفعل في الطب النفسي في مرض اسمه هوس الشوبينج او ادمان الشراء، وده ممكن يخلي اصحابه يعملوا اي حاجه عشان يحققوا رغبته. صباح فل يا نوره، بقولك ايه، ممكن بس 500 يا كده لحد اول الشهر، محتاج اشتري قميصين تحفه نازل عليهم سيل في الاوكازيون. 500 يا بس حبيبي، هرجعهم لك اول الشهر على طول. قميصين انت لو شفتهم تحفه تحفه والله يا عم. وممكن في يوم تلاقيه ما جاش الشغل خالص، واخد اجازه عارضه، عشان ايه بقى، البي بيعمل جوله تفقديه على محلات وسط البلد يشوف احدث بضاعه نزلت الاسواق. ومش مهم البضاعه دي تكون بدل او تيشرتات او بناطيل، لا، لان المهووس بالشراء بيحب يشتري اي حاجه هو لازم يشتري وخلاص. وهتلاقيه في يوم جاي يقول لك ده في تخفيضات على العربيات وعلى البرفانات ومستحضرات التجميل وكمان على لعب الاطفال وعلى الفراخ. يا عمو مش هتصدق الفراخ نزلت اسعارها قد ايه، ده انا حتى اشتريت 6 فرخات مش لاقيهم مكان في الثلاجه. انت لازم تشتري يا عمو، والله اشتري 6 فرخات سعرهم في الارض، والله اشتري، روح اشتري 6 12 كده. وطبعا مش هعمل بنصيحه عبد العزيز ومش هشتري فراخ وانا مش محتاجهم لمجرد ان سعرهم نزل في السوق. انا يا زيزو ما بشتريش غير اللي انا محتاج له، انما اشتري واستلف كمان عشان اشتري حبا في الشراء، وافضل اخزن في بيتي حاجات انا مش محتاجها. لا يا عبد العزيز، لا يا اخويا، غلط غلط وستين غلط. انت لازم تعمل حساب لبكره، الحاجات اسعارها بتغلى يا عمرو، واللي بتشتريه النهارده مش هتعرف تشتريه بكره، والاوكازيونات دي فرصه ما تتعوضش يا راجل، فرصه فرصه ومتعه كمان. انا امبارح اشتريت حته جزمه شمواه كانت طلعت كده في الفاترين، والله شمواه شمواه من بتاع زمان، ده مش اي كلام. واللي بيحبوا يشتروا اي حاجه والسلام دول هتلاقيهم اول ما ربنا يفتح عليهم يا زيزو، ها واخد بالك انت، واخد بالك انت، يفتح عليهم باي فلوس يطيروها فورا على المشتريات. واحيانا كتير تلاقيهم بيشتروا حاجات يندموا ان هم اشتروها، اما تطلع بايظه او مضروبه او تقليد او اكسبايرد، ما يكونش واخد باله انها اكسبايرد. واخد بالك انت يا زيزو، ها انا واخد بالك. ومع ذلك اللي فيه ده ما بيبطلوش، وهتلاقيه كل يوم يخترع لك طرق جديده للشراء، مره بالتقسيط ومره بكروت الائتمان، ومرة تشتري وانت قاعد في بيتك والمشتريات تجيلك ديليفري لغاية بيت سعادتك يا زيزو. اونلاين يا عمورة، كله بقى اونلاين يا حبيبي، ما تتعبش نفسك، اختار اللي انت عايز تشتريه بالموبايل، اشتري بالكارت النهاردة وادفع بعدين حينما يسارع يا حبيبي، وكله اونلاين اونلاين. ويفضل اخونا عبد عزيز يشتري ويدفع، ولما فلوسه تخلص بتعمل ايه يا زيزو؟ تستلف، ها انت فاهم وانا فاهم. ولما بيسدد يشتري تاني اونلاين، واول الشهر طبعا لازم ايه يسدد، ويفضل كده لغايه ما يفلس. ومهما تقوله ومهما تنصحه، ودن من طين ودن من عجين، وده الشراء ملوش علاج. ربنا يشفيك يا زيزو بذمتكم، ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي.
ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.